الكل كان ينتظر هذا اليوم بعد الضجة الكبيرة في وسائل الإعلام والتركيز الكبير اللي كان على هذه المواجهة، توافد جماهيري أيضا كبير. سنكون معكم مشاهدينا بعد قليل في تغطية مباشرة متكاملة، حيث نادي الشباب السعودي سيقابل نادي الاتحاد السعودي. تحية طيبة لكم مشاهدينا الكرام أينما كنتم، هنا في ظل هذه الأجواء الجميلة ننتظر انطلاقة مباراة اليوم. تحياتي محدثكم فارس عوض للتعليق على أحداث هذا اللقاء. واليوم نحن على موعد مع مباراة من الدوري محمد بن سلمان السعودي للمحترفين. فريق الشباب السعودي في مواجهة نادي الاتحاد السعودي، على أمل بأن نشاهد مباراة كبيرة بين الفريقين. ثلاث نقاط مهمة، البداية السريعة، الدخول القوي لأجواء المباراة راح يكون له عامل حاسم في هذا اللقاء. الفريق المستضيف اليوم يعتبر الأكثر تسجيلاً للأهداف في هذا الموسم قياساً بما يملك من هجوم ناري. فريق قادر على تسجيل أهداف في أي وقت بسبب قدراته الهجومية ومهارات لاعبيه الفردية. نادي الشباب أو كما يلقب بشيخ الأندية، واحد من أعرق الأندية السعودية، نادي يملك تاريخ كبير جدا، حقق عديد من البطولات، أخرج الكثير من النجوم في الكرة السعودية. نتذكر سعيد العويران وفؤاد أنور وفهد المهلل وقديما خالد المعجل. الشباب يلعب ركلة البداية لهذه المباراة. رودريغيز، جاري رودريغيز انطلق على الطرف، ممكن يلعب له كرة عرضية. رومارينيو يستخلص الكرة وينهي المحاولة. مساحة متواجدة على الجناح، فرصة خطيرة للتقدم في النتيجة. كرة مقطوعة، محاولة بتتخلص بشكل ممتاز، برافو في اللقطة. ألكسندر بريوفيتش أمام مساحة في هذه اللحظات، تدخل حاسم في المكان المناسب. كريستيان غوانكا، تمركز الجيد يساعده في قطع الكرة. نادي الشباب يهاجم في هذه اللحظات، يا سلام على التدخل بدون مشاكل. أوديون إيجالو، سيبا، عرضية إلى العمق، تصدي مثالي لكرة راسية. كريستيان غوانكا، ألكسندر بريوفيتش، البيشي، بيتخلص فيها من الدفاع، يا عيني على المرور. استخلاص الكرة في مناطق الخصم، بينية بتعدي، بينية بتمر، كرة باتجاه المرمى، وجدت الحارس بالمرصاد. بيلعب للكرة إلى منتصف ال 18، لم يبعدها وما زالت الخطورة قائمة. فرصة خطيرة جدا في اللقطة الماضية لكن انتهت عند حارس المرمى، تألق كبير في ابعاد الكرة من على خط المرمى، كم ممكن هدف في اللقطة. تمركز الجيد الآن يقطع من خلال الكرة. ألكسندر بريوفيتش، اعتراض للكرة. كريم الأحمدي، رومارينيو، تصويب الآن، تصويب لم تكن بالقوة الكافية والحارس كان في الموعد.
المشكلة واضحة مشاهدينا من خلال هذه الأرقام، الفريق لا يصنع فرص بشكل كافي، عليه إيجاد نسق أسرع وأن يحاول أكثر على المرمى، المجهود المبذول في الملعب لا يرضي هذه الجماهير بل يتركها محبطة لأنها كانت تتوقع بأن يحقق فريقها الفوز في هذه المباراة. البيشي تمريرات متتالية بحثاً عن ثغرة بحثاً عن مساحة في دفاع الخصم، يرسل كرة في العمق، كرة كانت خطيرة أبعدها في الوقت المناسب. سيبا، الحكم ينهي الشوط الأول والنتيجة 0-0. الشوط الثاني يبدأ من عند الاتحاد. ألفريد إندياي، واكا قطع سهل الكرة بعد تمريرة خاطئة، ما كان في عنده أي خيار سوى تشتيت الكرة بعيداً بعد ما وجد نفسه تحت كل هذا الضغط الكبير. رأي وصفارة وتسلل. جمال باجندوح، فرصة واحد على واحد الآن، الحارس يخرج من مرمى لإمساك الكرة. لعب هادي وبدون تسرع بالرغم من نتيجة التعادل بين الفريقين. كرة بتعود لنادي الشباب، انطلق بشكل مبكر، وقع في التسلل، كرة كانت من الممكن أن تشكل خطورة. المدرب راح يدفع بلاعب بديل في الدقائق القادمة. الثلث الأخير من المباراة يبدأ في هذه اللحظات، المتبقي فقط 30 دقيقة. يسترد الكرة في منطقته. الآن تأتي فرصة لهجوم مرتد. رومارينيو. هنا في مكان خطير، عرضية على القائم الخلفي، تشتيت سيء للكرة في هذا المكان. جمال باجندوح، حارس يمسكها بعد كرة كانت خطيرة وكرة ابعدت من على خط المرمى، فرصة كانت قريبة من هز الشباك. يبعد الكرة بعد هذا التدخل. المباراة تدخل الآن في الثلث ساعة الأخير. غاري رودريغيز، قرار سليم من الحكم بمنح الأفضلية لنادي الاتحاد. فرصة خطيرة الآن، مدافع بيخلص الخطورة ويتصدى للتصويب الماضية. تنفذ الضربة الركنية باتجاه وسط 18، ركلة جزاء يشير إليها حكم المباراة، من شأنها أن تكسر التعادل، أن تغير الكثير من الأمور. أوهو، ركلة جزاء لكن لم يشير إلى أي كرت في اللقطة الماضية، وهدف من ضربة جزاء. نشاهد من خلال الإعادة تصويبة متقنة لركلة الجزاء في أسفل الزاوية اليمنى، ركلة جزاء في المرمى بدون أي مشاكل. بهذا الهدف أعتقد بأن اللقاء انتهى فعليا، هدف التقدم، هدف الحسم كان قبل النهاية بقليل، سيكون من شبه المستحيل تعويضه. ألكسندر بريوفيتش يقطع الكرة في مكان خطير،
وتكون الفرصة الأخيرة للعودة في المباراة. إيكالو، يا رباه لم نصل إلى النهاية إلا لنبدأ من جديد من جديد. تعادلوا وعدوا، سجلوا وعدوا في الوقت الأخير. إعادة لكرة الهدف، شوف التحرك، تابع التمركز، شوف كيف اللاعب تواجد في المكان والزمان، وضع الكرة داخل المرمى، حارس المرمى لا يلام في هذه اللقطة. هدف التعادل إذن، النتيجة الآن 1-1. نقترب من نهاية هذه المباراة، شفت نقل الكرة بثقة كبيرة، ممكن نشوف هدف الفوز في اللحظات القادمة. عرضية في منتصف ال 18. ممكن محاولة مرتدة خاطفة الآن. رودريغيز، يا سلام على التمريرة، حلوة الكرة، يا سلام على البينية، ابعاد ممتاز الكرة من مناطق الخطورة. رومارينيو، تدخل نظيف، يفتك الكرة بدون أخطاء. الشباب يستعيد الكرة. التعادل يخيم على اللقاء بعد نهاية 90 دقيقة.